مولد نجمة، بداية حياة بدرية طلبة ومسيرتها الفنية. بدرية طلبة اسم يرادف الضحك والموهبة وشغف لا ينضب بالحياة. كانت بدرية دائماً محط الأنظار بفضل شخصيتها الفريدة. ولدت في الكويت وكانت رحلتها لتصبح ممثلة محبوبة مرصوفة بالشغف والتفاني. منذ نعومة أظافرها كانت تحلم بالوقوف على خشبة المسرح. منذ صغرها تمتعت بدرية بجاذبية طبيعية جذبت الناس إليها. كانت دائماً محاطة بالأصدقاء والمعجبين. كانت لديها شرارة وطاقة معدية. ضحكتها كانت تملأ المكان بالحيوية. ولم يمضي وقت طويل حتى أسرها عالم الفن فلبت النداء بأذرع مفتوحة. كانت تستعد لكل دور بحماس كبير. ازدهرت مسيرة بدرية في ساحة المسرح الكويتي النابض بالحياة. كانت جزءاً من العديد من العروض الناجحة. كان توقيتها الكوميدي لا تشوبه شائبة، وكانت عروضها تثير ضحكات الجمهور. كانت تعرف كيف تجعل الجميع يضحك. تجاوزت موهبتها حدود المسرح، وسرعان ما زينت شاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم العربي. أصبحت وجهاً مألوفاً في كل بيت. كانت لدى بدرية طريقة لإطفاء الحياة على كل دور تؤديه، مما جعل كل دور فريداً من نوعه. كانت تتقمص الشخصيات بشكل لا يصدق. لم تكن تعلم أن أعظم أدوارها لم يأتي بعد، وهو دليل على القوة والمرونة التي كانت تكمن في داخلها. كانت دائماً مستعدة لمواجهة التحديات. العاصفة غير المتوقعة، مواجهة مرض يهدد الحياة، يمكن أن تتغير الحياة في لحظة. كان هذا هو الواقع الذي واجهته بدرية طلبة عندما تلقت تشخيصاً غير حياتها. فجأة بدا العالم الذي عرفته يميل على محوره، مما أدى إلى إحداث فوضى في كل شيء. كان التشخيص بمثابة ثقل كبير تتحمله، وسحابة داكنة تخيم على تصرفاتها المشمسة عادة. ومع ذلك حتى في مواجهة الشدائد رفضت بدرية الاستسلام لليأس. كانت تعلم أن هذه المعركة تتطلب قوتها وشجاعتها وروحها التي لا تلين. كان المرض عنيفاً ولا هوادة فيه. ثقل القلق، مظهر الخوف الجسدي، أثر المرض على جسد بدرية بطرق لم تكن لتتخيلها أبداً. انخفض وزنها إلى 45 كيلوغراماً مما أثار الذعر. كان التحول الجسدي صادماً، وكان بمثابة تذكير مرئي بالمعركة التي كانت تخوضها في داخلها. ومع ذلك، حتى مع ضعف جسدها، ظلت روحها قوية. رفضت أن تدع مرضها يعرفها أو أن يحيلها إلى رقم على الميزان. أصبح الطعام الذي كان مصدراً للمتعة والقوة ساحة معركة. كانت كل قضمة صراعاً، وكانت كل وجبة نصراً يصعب تحقيقه. لكن بدرية ثابرت، مدفوعة بإرادة عميقة للعيش والتغلب على المرض والعودة إلى المسرح ولمعجبيها المخلصين. العثور على القوة في الضعف، قوة العائلة والإيمان في أحلك ساعاتها. وجدت بدرية العزاء والقوة في حب أسرتها الذي لا يتزعزع. لقد أصبحوا صخرتها ومرساتها في العاصفة. لقد وقف زوجها الذي كان مصدراً للحب والدعم الذي لا ينضب إلى جانبها في كل خطوة مؤلمة من رحلتها. كان وجوده مريحاً باستمرار، وكان حبه مصدراً للقوة عندما ضعفت قواها، كما لعب الإيمان دوراً محورياً في شفاء بدرية. لقد وجدت العزاء في الصلاة وفي الإيمان بأنها لم تكن وحيدة في معاناتها. منحها إيمانها الأمل وسبباً للاستمرار في القتال حتى عندما بدت الاحتمالات ضدها. طريق التعافي، رحلة من المرونة والتصميم. كان التعافي رحلة طويلة وشاقة، مليئة بمواعيد لا حصر لها، للأطباء والعلاجات المرهقة ولحظات الشك والسخط. ومع ذلك فإن بدرية لم تفقد الأمل مطلقاً طوال هذه المحنة. لقد تشبثت بإيمانها وعائلتها وروحها التي لا تلين. كانت هناك انتكاسات ولحظات بدا فيها النور في نهاية النفق خافتاً، لكن بدرية رفضت أن تعرف بمرضها. ببطء وبصعوبة بدأت تستعيد قوتها. بدأ ضحكها الذي كان صامتاً بسبب الخوف وعدم اليقين يدوي مرة أخرى، مما ملأ غرف المستشفى بجرعة من الفرح التي كانت في أمس الحاجة إليها.
الخروج أقوى، إعادة اكتشاف الشغف والهدف بعد خروجها من ظلام المرض، تغيرت بدرية طلبة إلى الأبد. فقد كان للتجربة، على الرغم من بشاعتها، تأثير تحويلي على نظرتها للحياة. لقد عادت إلى العالم بتقدير جديد لهشاشة الحياة وعزيمة شرسة لعيش كل يوم على أكمل وجه. أعيد إشعال شغفها بحرفتها، وأصبح أكثر إشراقاً من أي وقت مضى. لقد حدقت في وجه الموت وظهرت منتصرة، مستعدة لاحتضان الحياة بأذرع مفتوحة. لم تكن عودة برية إلى المسرح سوى عودة منتصرة. لم يضعف مرضها موهبتها، بل صقلها، مضيفاً عمقاً وثراءاً لعروضها التي وجدت صداً عميقاً لدى الجمهور. الحب ومحنه، مواجهة الغيرة وحماية زواجها، ألقت الحياة بكرًا من حنية أخرى في طريق بدرية. جلبت الطبيعة العامة لمرضها وشفائها اللاحق موجة من الاهتمام، بعضها غير مرغوب فيه. ظهرت الغيرة، الوحش ذو العينين الخضراوين، مهددة بزعزعة هدوء زواجها. ووجهت امرأة مدفوعة بالحسد وإحساس في غير محله بالأحقية أنظارها نحو زوج بدرية. لقد كان موقفاً صعباً، موقفاً اختبر أسس علاقتهما ذاتها. ومع ذلك واجهت بدرية هذا التحدي بنفس النعمة والقوة التي أظهرتها طوال مرضها. كانت رسالتها واضحة، كان زواجها رابطاً مقدساً، رابطاً لن تكسره أهواء شخص غيور. بدرية طلبة، منارة أمل وإلهام. إن قصة بدرية طلبة هي قصة مرونة وشجاعة وروح لا تقهر تكمن فينا جميعاً. إنها تذكرنا بأن القوة الحقيقية تأتي من الداخل، وأن كل تحد يمكن أن يكون فرصة للنمو والتطور. لقد واجهت تحدياتها بشكل مباشر، رافضة أن تعرف بالمرض أو الشدة. بدلاً من ذلك، اختارت أن تكون رمزاً للأمل والقوة في وجه الصعاب. إن رحلتها هي دليل على قوة الروح البشرية على التغلب على أعتى العقبات. إنها تبرز كيف يمكن للإرادة القوية أن تحول المستحيل إلى ممكن. لقد أصبحت منارة أمل للعديد من الأفراد الذين يخوضون معاركهم الشخصية. قصتها تلهم الآخرين لمواصلة الكفاح وعدم الاستسلام. إن قصتها هي تذكير بأننا أقوى مما نعتقد، وقادرون على التغلب على الصعاب التي لا يمكن التغلب عليها ظاهرياً. إنها تبرز أهمية الإيمان بالنفس والقدرة على التغيير. إن حياة بدرياً هي مصدر إلهام ودليل على قوة المثابرة والإيمان ودعم الأحباء الذي لا يتزعزع. إنها تذكرنا بأن الدعم من العائلة والأصدقاء يمكن أن يكون قوة دافعة في الأوقات الصعبة. إنها تعلمنا أنه حتى في أحلك الأوقات هناك دائماً أمل، وأن النور يمكن أن ينبثق من الظلام إذا آمنا بقدرتنا على التغيير. الروح التي لا تلين، دروس حياتية من ناجية حقيقية، تقدم رحلة برية طلب درساً عميقاً في المرونة. إنها تعلمنا أن تحديات الحياة مهما كانت شاقة لا يجب أن تكسرنا، وبدلاً من ذلك يمكنها أن تكون بمثابة فرص للنمو والاكتشاف احتياطيات القوة الخفية التي تكمن في داخلنا. تؤكد قصتها على أهمية أوتلوك إيجابي حتى في مواجهة الشدة. إنها تذكرنا بأن عقليتنا تلعب دوراً حاسماً في تشكيل واقعنا. باختيار الأمل على اليأس، نمكن أنفسنا من التعامل مع عواصف الحياة بمرونة ونعمة أكبر. كما تسلط تجربة بدرية الضوء على أهمية التواصل البشري. مواصلة الإرث، تأثير بدرية الطلبة الدائم يتجاوز تأثير بدرية طلبة حدود المسرح والشاشة ليصل إلى قلوب الناس في كل مكان. لقد أثرت قصتها على حياة العديد من الناس، ملهمة الأمل والشجاعة لدى أولئك الذين يواجهون معاركهم الخاصة. قصتها هي قصة كفاح وانتصار، تظهر لنا أن الأمل يمكن أن يزدهر حتى في أصعب الظروف. لقد أصبحت رمزاً للمرونة ودليلاً على قوة الروح البشرية. إن